الخضراء مراسلنا علي أسد. أهلا بك علي. بعد انتهاء زيارة العاشر من محرم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الذي جاء للإصلاح ومحاربة الفساد، ماذا يقول المعتصمون قربك ممن ينادون بالإصلاح في هذه الذكرى؟ تفضل علي. نعم نعم إيناس، في البدأ أعداد ضخمة من المتظاهرين قد توافدوا هنا إلى داخل مجلس النواب العراقي، خصوصا بعد صلاة المغرب. كانت أجواء روحانية تتضمن عملية ما تسمى في هذه الليلة التي يحييها المتظاهرون هنا بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الكثير من الشعارات التي رفعها المتظاهرون سواء كانوا نساء أو رجالا، يتواجد عدد كبير منهم في هذه اللحظات، حتى أن مجلس النواب أحاط المجلس الخارجية قد امتلأت بشكل كامل بالمتظاهرين المتواجدين، وحتى الطرق الخارجية البعيدة من المجلس هناك الكثير من المسيرات التي توجهت من ساحة التحرير عبورا لجسر الجمهورية وصولا إلى مجلس النواب، ولا زالت الأعداد متواصلة بهذا التوافد. الآن معي عدد كبير من المتظاهرين، ومنهم أكيد الحضور النسوي الذي يتواجد هنا للحديث أكثر عن التظاهرة والحديث أكثر عن الثورة أو الوقفة أو ماذا يسميها المتظاهرون هنا اليوم. هنالك ارتباط ما بين عاشوراء وما بين هذه التظاهرة، كيف تشاهدون هذه المعادلة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف يا الله. وما خرجنا إلا لطلب الإصلاح، وثورة عاشوراء هي امتداد لثورة الحسين عليه السلام، ونحن هنا امتداد للسيدة زينب سلام الله عليها، على خط السيدة زينب سلام الله عليها. مثل ما السيدة زينب ساندت الحسين زمانها، نحن نساند حسين الزمان واللي هو السيد القائد المصلح. الآن هو من يطالب بالإصلاح، هو من يريد، ونحن هنا نطالب بالإصلاح الجذري لا الترقيعي. نريد إزاحة الفاسدين شلع قلع بعد ما بها مجال. إذن اليوم المطالب تختلف، اليوم المطالب ترتفع سقف المطالب، وأكيد نتحدث أيضا عن الحضور النسوي بتواجدكم اليوم. ماذا يعطي الحضور النسوي بالنسبة لهذه التظاهرات من زخم؟ نعم، جينا احنا من البصرة لمسيرة الشموع والسيد القائد مناصرين وتغيير النظام، تغيير الإطار، أي فاسد ما نريده من عتم لا المالك ولا غير المالكي، نصرة للأب القائد المصلح أبو هاشم. لننسحب من نانا إلا بقرار أبو هاشم، يلا ننسحب من نانا، نبقى صامدين مجاهدين هنا، ثوار احنا هنا قاعدين منا لما ما يطلق صراحنا ابو هاشم بتغريدته، يلا ننسحب السحب من مساحه الخضراء. تبقى المظاهرات مستمره منا الا على الطلب مستمرين. ايضا حضور من مختلف اصناف الشعب العراقي اليوم. سيد مقتدى للشهاده وياك، سيد مقتدى والرجال هناك تلقانه للشهاده وياك. اذا ايناس تشاهدين هذه الهتافات التي تتواجد هنا في داخل سيد مقتدى. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشكر قناتكم جزيله. ثوره عاشوراء الامام الحسين عليه السلام، المن طلع والمن قاتل والمن ضحى باخوانه وباخواته وبعائلته لاجل الدين، لاجل الدين والاسلام. فاحنا ثوره الامام الحسين عليه السلام طالعين متكاتفين ايد وحده، هاي ثورة الإمام الحسين. فإحنا يعني ما عندنا كل أشياء، إحنا باقين هنا معتصمين منا لحد ما يطلعون الفاسدين. الفاسدين هم ذولا سبب دمار العراق، وثانيا أصحاب يزيد فرقوا بين سنة وشيعة، يهود ومسيح، إكراد وعرب. السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر من صارت هاي المظاهرات نريد نطلع ذول الفاسدين، اتكاتفت الاسلام كلها اتكاتفت. اليوم نعم، ينتظر المتظاهرون تعليمات جديده بخصوص التظاهره، خصوصا نشوف اليوم اعداد ضخمه وجاي تجي مستمره. احنا جينا نطلع هذول الفاسدين ثلاثتهم المالكي، ثلاثتهم يعني شبابنا قاعدين زين خارجين من البصره، البطاله ماكو يعني، البطاله ماكو يعني، شبابنا كلها قاعده زين، لا كهرباء لا ماي، كل شيء ما عندنا احنا زين. اريد يتحاكمون هذول ثلاثتهم الفاسدين، يتحاكمون زين، حاسبهم السيد القائد المجاهد. يعني تشاهدين إناس هذه الاعداد الضخمه الموجوده حاليا في داخل مجلس النواب.
ايضا هنالك تحشيد كبير للمتظاهرين الذين يتواجدون هنا وحماس عالي حتى بالكاد يمكن ان استطيع ان اسمع صوتي. الان المتظاهرون ينتظرون توجيهات جديده من قبل القياده الصدريه لكي يتحركون وفق خطط اخرى وفق توجيهات اخرى بعد ان كان الاعتصام قد ينتقل الى ابعد من ذلك. نعم شكرا لك يا علي اسد مراسلنا من امام مجلس النواب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.